جيت استأذنك يابا قبل ما اسافر انا وامي على السعودية. امك حتى ما جتش تسلم عليا. مشغولة بقى بتوضب لوازم السفر، انما بعتلك السلام معاي. انا مش عايز حاجة منها يا امين، انا كنت بس عايز اشوفها. ربنا يجمعكوا على خير، ما يلزمكش اي حاجة ابعتها لك من هناك. خلي بالك من نفسك، ما تنعش هم ولادك، انا هنا في مصر بدالك. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك. مش هوصيك على امك. اه دي في عينيا الاتنين يابا. واللي عايز اوصيك عليها شريفة، خد بالك منها، هي صحيح ضرة امك، لكن في نفس الوقت تبقى مرات ابوك وحجها من حج ابوك. اطمن يابا. امشي انا بقى عشان فيه كام دار في البلد اروح اسلم على اهلي. بالسلامة يا امين. الله يسلمك يابا. ربنا يجعل لك في كل خطوة السلامة يا ابني. اشوف وشك بخير. مع السلامة امين. مع السلامة. الله يسلمك يابا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم. بتفكري في ايه يما؟ ما تصرحيني باللي في خاطري، انا معدت الصغير. فيش حاجة يا دنيا. زعلان عشان بعت القهوة؟ غارت. ده احنا لو خلصنا منها ببلاش نبقى كسبانين. لا يا حبيبي، بس رطب جايبالي شروة، انما ايه، لقطة هتنقلنا نقلة تانية خالص. هنجيب طنوبيل ونسكن في شقة شبه السرايا واحسن. احنا عايزين نحط الفلوس في حاجة ترضي ربنا وتكفر عن اللي فات. يا ابني ما هي لو كانت تنفع كنت حطيتها، لكن دي اعمل فيها ايه بس؟ الشيخ محمد الشعراوي مش قالك اما تبيعي القهوة وتقبضي فلوسها ابي تعالي وانا اقولك تعملي بيها ايه؟ ايوه خلاص، نروح له بكرة طنطة وهو اللي يشرفنا. لا اصلي بكرة هروح اسجل القهوة اللي اشتراها دي، وبعد بكرة ثانوية ستك ولازم اطلع لها. نروح يوم الثلاثاء ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اي خدمة يا حبيبتي؟ انا كنت عايزة الشيخ امين. خير ان شاء الله. لا خير، اصلي كنت قايله له على حكاية كده، قال لي خلصيها وتعالي لي. الشيخ أمين يا حبيبتي سافر امبارح السعودية، لو في ايدي اي حاجة انا ممكن اعملها لك. سافر؟ يرجع بالسلامة. الله يسلمك. يلا يا اسلام، ربنا بقى اللي مش راي عن عنده. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ترى خير كانت عايزاه في ايه؟ ليست الكعبة المشرفة هي بيت الله كما يظن البعض، ولكنها المكان الذي يدلنا على البيت. فبيت الله وضعته الملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام، ومع نزول آدم إلى الأرض جعل الله هذا البيت مكانا للتوبة والعبادة وإقامة الصلاة. بس يا مولانا الشيخ، الآية الكريمة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
صدق الله العظيم، يعني سيدنا إبراهيم هو اللي بناه. هذه الآية تدلنا على أن البيت وجد قبل سيدنا إبراهيم، وكانت مهمته عليه السلام هي رفع القواعد لإظهار مكان البيت بعد أن أخفاه طوفان نوح. ودليلنا على ذلك أيضا آية أخرى في القرآن الكريم تتمثل في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالبيت إذن كان موجودا عندما كان إسماعيل ما زال طفلا رضيعا. وما هو المقصود بمقام إبراهيم الذي جاء ذكره في كتاب الله؟ مقام إبراهيم هو الحجر، الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني قواعد البيت، وفيه حفرة على شكل قدميه، وكان المسلمون يتحرجون من الصلاة خلفه حتى لا يكون بينهم وبين الكعبة شيء، حتى نزلت الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ده الحين يا مولانا الشيخ بعد ما بينقلوا مقام سيدنا إبراهيم ما هيبقاش بينهم وبين الكعبة أي حاجة. كلام إهدي، هم هينقلوا مقام سيدنا إبراهيم؟ في مشروع بهذا المفروض إن هو هيتم قبل كسوة الكعبة. دي حاجة مخالفة للشريعة. وإيش حكاية كسوة الكعبة؟ كيف جات؟ الكعبة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تكسى بثياب بيض تصنع في مصر وأحياناً في اليمن، وبعدها قام الخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون بكسوة الكعبة، وعندما ضعفت الدولة العباسية انفردت مصر بكسوة الكعبة. وشمعنا مصر من بين الدول الإسلامية كلها؟ مصر شرفها الله فذكرها في القرآن الكريم 5 مرات، ومنذ فتحها عمرو بن العاص وهي قلعة الإسلام ولا تزال، وهي محروسة بإذن الله. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب.